السلام عليكم. أنا ممثل يسوس في ليلة مرد، اللي الحق ندمت اللي مشيت ما تصورتش أنا إنه باش تجي لعبة كيما كي باش تضرني نفسانيا برشا وماديا. نحب نوضح للتوانسة حقيقة برنامج ليلة مرد، مش يعرف كل واحد يحب يمشي البرنامج ديك انك يعرف روحه ليش قادم. نورمالمون اني مشيت بعت سميس عملو كخلق ربي المسؤول كي بعت سميس قبلوني في الكاستينج، مشيت عملت كاستينج قبلوني في الكاستينج من بين 1000 ولا 2000 رقبة، وليدي ودي كلموني ومشيت. المهم حتى واحد ما هو عامل اليوم زي بعض الناس كيف الناس كل المشكلة مش غادي. المشكلة أول حاجة صار حبيت نحكي عليها اللي بس عبيت تسافير تقولي قولوا لي ليش ما تكلمش، قول ليش أعطاك بالذات صحفة شربة أنت بالذات. ليه نحب نقول التوانسة اللي عملوا بينا قداش من غنيون موجود في سي هادي جعيم يأكل يعاود يقول راهو هما 24 صندوق، كي تخرج تلعب عندك أقل حاجة تغيير، أقل حاجة تغيير. علاش يعني ما دانيش تغيير؟ ما هو فيش مصداقية عندك، ما عادش تسمى لعبة. وين النكهة متاع اللعبة؟ وين القوة متاع اللعبة؟ ما فيها حتى قوة. كيف حطك يفكسيك بصندوق فيه صحفة شربة، ولا صندوق فيه ظلفة، ولا صندوق فيه قزازة، ولا صندوق فيه إبرة، يفكسيك كيكة بصندوق كيك ويكتفك، ما عادش ثما نكهة تاع لعبة، ما عادش ثما لعبة دي. هيك جايبك حط صندوق فيه حاجة معينة وقد كيكة مكتف يديك لا تلعب ولا تعمل حتى شيء. معناها هو يلعب وأنا قاعد نتفرج، عاد ماني نعرف النهاية من الأول بكل، نعرف نهايتي شني، باش نخرج نلعب نعرف نهايتي شني، نعرف نهايتي صحفة شربة وراني باش نروح على روحي، مال الواحد خسر فينا، عليه، لو إني نخدم فنان، سبحان الله كي نخدم تكليت ما خدمتش مكليتش، نخلي في سيدي رمضان، نخلي داري وصغاري وخدمتي. وداخل عليه عيد وكري ومصروف صغار، ونمشي على امل انه انا باش نمشي ناخذ تفتوفه باش نحصل بها وضعيتي الماديه، باش نحصل وضعيتي الماديه. نمشي الغد كي يتمنيك عليه الى يخرجك يلعبك ويقول لك هاكا عندك صندوق فيه صحفه شربه وقعد كيك. ما نعرفش تاكدوا علينا وتقولوا لنا اللي عندكم اقل حاجه سويتش تغيير، تغيير برك أقل حاجة عندك تغيير في اللعبة نتاعك، مش حرام هذا. تيلي ذقت واني غادي كي والناس ذقته يعرف تقول لك منكب عمناول وسناول اللي تعمناول الناس كل تعرف تعطي حقر هم ومارك الاسيستانت اللي هم بينا قريب يعملونا التركيرة غادي كي ماكلة ما جات حتى شيء. قلت لكم تغلطوا يا توانسة تقولوا ماكلة فوتين، ما هي عمرها ما كانت ماكلة فوتين، ممكن كانت تالت مرة وما هوش شهر كامل راهو فوتين. العبد اللي غالطة تحب تستفسر تفهم ما هوش شهر كامل، راهي روحوا نهار الاثنين يكلموا قولوا لنا برا روحوا تو كلموكم، يكلمون نهار الخميس في الليل، قولوا نهار الجمعة الصباح العشرة تاع الصباح تبداو في الوتيل. نمشيو نهار الجمعة نقعدو في الوتيل صحيح ما عندنا حتى شيء، لا تفرهيد لهم يحزنوا، الوتيل مسكر عندك بيسين نورمال بيسين كوفير والبانو والريسبسيون هذاش عندك، لا تاكل في الوتيل لهم يحزنوا. في الليل نهار الجمعة في نهار الجمعة في الليل تمشي تتعشى صحيح في الوتيل،
ما سبت ولا حد، راك تشق فترك في استديو في اوتيك، تشق فترك في ديك ايه، يجيبوا لنا ساعة ما نحكي لكم مش ماكلة، لا أراكم الله مكروه، عندي حشاكم وحش أقداركم، كلب كي نحطها له قدامه ما ياكلهاش، بصراحة عمرها ما جات ماكلة. تم عباد جيع، تم عباد تصرف من جيبها على الماكلة، ما دبوزة ما صغيرة وخداها من شقة الفطر لشقة الفطر، ما ريت حتى شيء. والنقطة الأخرى اللي حبيت نأكد عليها، حبيت نفهم التوانسة اللي راكي باش تمشي لديك منك، تبعث اس ام اس وتخسر ويبعثوا الكاستينج، راك معرض للي تعرضت له، وين مش حكي حتى لروحي، نحكي حتى على أصحابي اللي لعبوا، لما عبيت خسرت فلوس، خي علاش بيخسر فلوس؟ خي احنا لبسنا علينا كرز، الناس هاي ديما الناس وين ولا خير باش يمشي نحسنوا شوية من الوضعية، دويني بعد من الناس ماشي لديرك ماكل ويش ماشي لديرك منك، باش ناخد تفتوفة، باش نشري كرسي بتاع معوقين كهربائي للوالدة مقعدة، باش ناخد ويلك خلق ربي، باش نبدي عمل كري، فكان جاي عندي هذوما كل كي ألواه ماشي لديرك منك. سمعوني. يعني لحد اللحظة دي مرهق تعب نفسانيا وبدنيا من التصبيح، الساعة من التصبيح رانا بعد شق الفطر نهبطو للاستديو ونسجلو حتى الوجه الفجر باش نوصل للوتيل، نرقدو كل غمضة قبل نص النهار يلزمك تكون على برا، تخرج من الوتيل تروح، صدقوني يا توانسة كي نقول لكم راني نحط راسي على المخدة نتعدى في التويل، نضيع خدمتي نضيع دنيتي، نأكد لكم اللي سبحان الله اللي ورايا وقدامي صرف ما شو خارج من الشتاء، فنان وخارج من الشتاء وباش يخدم في الصيف، معناها صابون نظيف، عندي تفتوفة خبيها هذيك باش نعدي بها أيام رمضان لصغيراتي ونقضي منهم للعيد. مشاو فركو في المصاريف في الاخر بكل، وليت نتكى على اصحابي يرحم والدين والديهم باش نخص بالذكر، تاع سيدي بوزيد اثنين اللي بارك الله فيه، رمضان يهز فيا ويجيب الكاميون نتاعو ويتعدل، ما عادش صحيح فلست، ما عادش عندي حتى فرنك، حتى حق دخاني مش لاقيه، حتى حتى ساعات في الكار نبداو ماشيين من الاوتيل الاستديو نتسلف مع صحابي، مثلا ناخد مع صحابي 2000 فرنك باش ناخد باكو دخان، مثلا نجي لاسيستون بالله يبين نقولها بالله بربي نجي بشد لي خلينا ناخد باكو دخان، سامحني ليه تطيح الدر عياط الهم وتشد صحيح تحب تهبط ولا تناقش برا روح، يخسر عليك الكلمة برا روح، هذايا أثبت لي من الأول بكل اللي اللعبة هذه ما فيهاش مصداقية، عمرها ما كانت لعبة، بالحق غايدتني روحي يعني كيفاش معناها ما عطاني حتى تغيير، كان من المفروض ما تيحش عندي صحفة شرفة، حتى كي تيح عندي 10,000 مسيلش، علاش هكا معناها ولدت العباد يقولك اللي عرضني يا صحفة شربة يا صحفة شربة مش حرام، كي تعطيني تغيير اللي يعني عندي فيه الحق تغيير، كنت ب10,000 ولا دينار عادي هاكا فلوس، أما ليه فكسيتني في صحفة شربة؟ ما لكن علاش هي لعبة؟ وأنا أجيبهم كل واحد يعطيه صندوق أزرق، واحد حطه فيه إبرة، الآخر حطه فيه كزازة، واحد حطه فيه دلاعة، واحد حطه فيه صحفة شربة. وخليهم مكيكة برا ما غير تعطيهم لا تغيير لهم يحزنون، هاونا خاسرين وعارفين روحهم خاسرين، معناها يخسر ماديا ومعنويا، وزيد حتى اللعبة اللي عاطي فيها الأمل باش يلعب فيها باش يربح فيها تفتوفة، زيد أنت تفكسيه تكتفو، عيب بالحق عيب، لو كانت كنت تتصور يعني اللي برنامج جديد كملك
باش يصير في هكا، معناها باش نلعب بالطريقة هذه، جابدين أرواحهم ليس في معناها للياني ولا ماهيش في الوسط، أنا جابدين أرواحهم شنو معناها اللعبة يتحكموا فيها هم. كان ربحت حب، كان حبوا يربحوك أنا ربحوك، ما حبوش يربحوك راك خاسر. وبالذات أنا علاش أنا بالذات اتصرفوا معايا بالطريقة هذيك، يعني هاني فنان أورجانيست وحطيت لورا قدامي ودربوك، وقريب نجيب فرقة كاملة نحطها، وحتى كلمة على السلامة نرحبوا بممثل ولاية سوسة اثنين ما سمعتهاش، حسيت بروحي غير مرغوب فيه. عادي يا اخويا كيفاني غير مرغوب فيكم في سامحني سامحوني يا تونس، كاني غير مرغوب فيه الويه تقبلوني في الاس ام اس، تقبلوني في الكاستينج، وزيدوا تهزوني نصور شنو البونت ولا يعني ناكد لكم اللي ما نعرف حتى حد فيهم، والله العظيم لا نعرف حتى حد فيهم، لا عمري ريت واحد فيهم لا في الاسيستونت ولا في الكونديدا ولا حتى سامي الفهري بيت، ما فهمتش البونت اللي بي يعني لا ترحيب لا كلمة حلوة رفعان مورال، واحد ربي يعلم بحاله تعب وشقى وخزز في الأوتيل صوف، واحد يبدأ يدعي في ربي باش يحب يخرج يلعب ويروح من كثرة المناخ قلة ذات اليد، ما عادش عنده فلوس. قبل ما نصور بنهارين 3 أيام داري خليت لهم 6500 مصروف، هذا كان اللي عندي سبحان الله، ما عنديش مش حرام تحط لي صندوق شرب هكا وتفكسيني فيه، كتفتني ما خليت ليش الفرصة باش نلعب، ما هيش لعبة هذه ما فيها حتى جرام مصداقية بالنسبة للحلقة بتاع يعني بالذات، ما فيها حتى 1% مصداقية، الهادي جاي ما يأكد ويعاود قال لك راهو فسر لنا في الرينيو والثاني والثالث، وكل يوم عندنا رينيو كل ما نمشيو غاديك عندنا رينيو، يأكد ويعاود قال لك راهو أقل ما يمكن عندك تغيير برك، وينو تغيير اللي مريتوش باش نثبت، باش نتذكر التوانسة ويحبوا يلزم اللي يحب يرجع للحلقة بتاعي انه يتفرج، راهو لفاس الابرة ماهيش تغيير، هي اقتراح برا هز ابرة قوس ابرة وبرا روح، ماهوش اقتراح ماهوش تغيير سامحوني، راهو اقتراح. انا حبيت نحكي للتوانسة باش يفهموا شنو برنامج دير منك وما على الرسول الا بلاغ، باش لعبتك باش تمشي تبعث اس ام اس وبعثوله في الكاستين ويمشي ولدي في النك يعرف ارواحهم علاش قدمي، وراه باش نوضح حاجه باش تقولوا اش بيه يتكلم تو، عادي الناس ما نقولك ماش تكلم تو، اولا الكونترات حسب علمي الكونترا يمدوا زوز وراق، ورقه عندي ورقه عندهم، راهو ما مدوناش وراق راهو مدونا كتيب قدم هكا في أقل حاجة 14 15 ورقة، وتصححهم مدهم لك على غفلة وصحح ما تلقاش الفرصة حتى باش تقرا، اعطيني أكبر واحد يقرا ليه فيسا فيسا راهو ما نجمش يقرا في ظرف بتاع 3 دقايق دقيقتين مستحيل باش نجم تقرا، هذا بالنسبة نقول واحد قراي ممكن ينجم يقرا، أما واحد سبحان الله انظر على قده وما هوش سريع في القراءة، انا شايف شقرة شنو فما في الكونترات، قلت اكتب اسمك اكتب حرف الاول من اسمك واللقب وصح الورق الكل كتجي في الورقة الاخر يعني بكل تكتب اسمك بالكامل ونمر بطاقة تعريف وتصح، معناها ليه ما يخليلكش الفرصة حتى شنو باش شنو فيه باش تقرا شنو فيه الكونترات، خفت من الجانب هذايا لكن شجعت خاطر دورتها في مخي قلت لعل عادي زيد تواني خرجت معناها لعبت وكملت، شنو باش يقصوا عليا الماكلة باش يقصوا عليا الهواء برا خويا، نعمل فيديو نوضح فيه للعباد اللي واكلين لي وجهي كل يوم، علاش انت بالذات تتصرف معاك هكا، ادخلوا على الفيسبوك وشوف مسكين حرام ولا قلبه وجعني وعبارات كيما هكا، معناها الناس متعاطفة.